اهلا بيكم في اولى فقراتنا الحواريه في هذا الصباح. زي ما كل حاجه في الدنيا ليها مميزات وعيوب، وممكن هذه المميزات تتقلب لعيوب من سوء الاستخدام، نفس الشيء مع تكنولوجيا المعلومات او وسائل التواصل الاجتماعي عبر الوسائل التكنولوجيه. طبعا ما ننكرش انه الخبر بقى انتشاره اسهل بكتير من الناحيه الايجابيه، يعني المقال اللي بيتنشر في الصحيفه اكيد بيتقري على نطاق اوسع لما يتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النسخه الالكترونيه للصحف، لو كاتب عنده اعمال، لو مفكر عنده اراء، اكيد المساحه اللي بينتشر عليها الخبر اوسع بكتير، وبالتالي معرفته بتكون على مستوى اكبر. لكن ايضا في نفس الوقت ده بيئه خصبه جدا لانتشار شائعات واخبار مغلوطه، لانه للاسف مفيش قواعد بتحكم وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى ان مفيش معايير معينه بناء عليها الخبر بيتنشر او المعلومه بتتحط، ومعظم المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي ما عندهمش خلفيات قوي يصدقوا ايه وما يصدقوش ايه، فممكن بسهوله شديده ينقادوا وراء اخبار ملهاش اي مصدر، ملهاش اي مرجعيه، وبالتالي تؤدي الى حدوث بلبله ومشكلات، وتسيء لاشخاص وتسيء لمؤسسات. ده موضوع حوارنا التالي في هذا الصباح، واللي هتكون معانا من خلاله ضيفتنا دكتوره صفاء سيد عميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم وبالساده المشاهدين واسره البرنامج. اهلا بيكي، ونبتدي اولا بتقرير حول هذا الموضوع من بعده نبدا النقاش مباشره. انطلاقا من الجهود المبذولة لمواجهة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف استقرار المجتمع، أكد أعضاء بالبرلمان على أن مروجي الشائعات يستهدفون إحباط المصريين ونشر الفوضى بالبلاد. وتتعلق الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بإقدام الحكومة على رفع أسعار بعض الخدمات، خاصة بعد قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء. واعتبر البعض أن الشائعات التي يتم تداولها تستهدف أيضا إحداث الفتنة بين الشعب والدولة من قوى الشر المتربصة بأمن مصر، مطالبين وزارة الداخلية بضرورة غلق كل الصفحات والمواقع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. وفي هذا الصدد أشاد خبراء بدور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التصدي للشائعات والمعلومات الخاطئة المنتشرة بين المصريين في هذه الأيام، لكون تلك الشائعات تخلق أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة. كما طالبوا المواطنين بضرورة تحري الدقة والتحقق من مدى صحة القرارات والمعلومات التي يتداولونها فيما بينهم أو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها، والتأكد من صحتها من خلال وسائل الإعلام أو القرارات والبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء. ولمواجهة ذلك أكد عدد من خبراء الإعلام بأن الرد بالمعلومة الصحيحة ضروري في التعامل، وذلك لعدم ترك الساحة خالية لأي شائعات. كما دعا خبراء إلى مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تناولها على هذه المنصات بتقديم المعلومة الصحيحة، محذرين من أن تداول الشائعات يؤثر سلبيا على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والعلاقات بين الأسرة والأفراد، وهو ما يستوجب مواجهتها على الفور حتى لا يؤدي ذلك إلى نشر الفوضى داخل المجتمع. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبرحب مرة تانية بدكتورة صفاء سيد عميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات. دكتورة صفاء، نبتدي أولا زي ما قلت بشكل سريع، بس ممكن حضرتك تدينا فكرة أكبر عن مخاطر تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي، قد ما ليها فوائد ومميزات. تمام. طبعا هو تكنولوجيا المعلومات سلاح ذو حدين، مميزاتها طبعا أكتر بكتير جدا من عيوبها، ولكن إساءة الاستخدام ليها بتؤدي إلى كوارث كبيرة ممكن تطيح بدول. تكنولوجيا المعلومات ليها إيجابيات في المجتمع المصري والعالمي، لأنها بتسهل حصول الخدمة، بتنشر المعلومات الصحيحة وبدقة وبسرعة وبتكلفة قليلة جدا،
إذا كانت المعلومات دي إيجابية وصحيحة فبنستفيد منها استفادة غير طبيعية وبتسهل علينا مهمتنا في الحياة وفي البحث وفي البحث العلمي والحكومة الإلكترونية ومصادر مختلفة والحصول على الخدمات المختلفة والمصادر المختلفة، تكوين صداقات، تكوين تواصل اجتماعي جيد باستخدام التفاعل والفيديو والصوت والصورة. أما إساءة استخدامها وليكن مثلا في موضوع الشائعات اللي حضركم التقرير تعرض لها، ده برضو شيء الشائعة عبارة عن استخدام الكلمة غير الصحيحة، لأن هو الكلمة نفسها هي اللي بتنشر، الكلمة نفسها هي اللي ممكن تصلح وهي اللي ممكن تفسد. يعني إيه الكلمة غير الصحيحة؟ يعني بيقول يعني مقولة كاذبة، لا إشاعة، يعني إشاعة مغرضة، المعلومة يعني الهدف منها تحطيم شيء جميل أو يعني انتشار كلمة عن موضوع مهم. يعني على سبيل المثال أنا لسه كنت قريب مع الدكتور، فالدكتور كتب دواء الموتيليوم لابني، وأنا مروحة بفتح التواصل الاجتماعي أول حاجة بقول لك يحظر استخدام الموتيليوم لأنه بيجيب سرطان وكذا وكذا. أنا الحقيقة يعني بقيت مترددة، الدكتور لسه دكتور كبير كتبه، ودي مش دكتور اللي كتب، يعني أنا بصيت كويس جدا، قعدت أبص وبعدين قعدت أكتب على النت ومزايا إيه وأقرأ الإرشادات لأني اتخضيت. طب دي إشاعة. طب لا قدر الله لو الموتيليوم دوت مثلا منتج مصري، طب مش المنتج ده هيتأثر وهيتأثر سلبا ويؤثر على المجتمع تماما؟ طب إذا كانت حقيقة يبقى حاجة كويسة، هي دي الكلمة بقى، إذا كانت يبقى إحنا كلنا ناخد حذرنا، إذا كانت غير حقيقة يبقى الهدف هو تدمير شخص معين أو شركة معينة. بيبقى في أهداف تانية خفية وراء نشر المعلومة مش بالضرورة تكون معلنة. هو أكيد الإشاعة ليها هدف، ما فيش إشاعة من غير هدف، والهدف عادة ما الإشاعة برضو يعني ممكن يكون ليها إيجابياتها وممكن يكون ليها سلبياتها. لما لو قلنا دلوقتي مثلا إن التموين هيزيد 20 جنيه لكل مواطن، إحنا لسه ما شفناش قرار، لكن دي إشاعة بعتبرها إشاعة إلى أن يصدر القرار. فده يعتبر بيرفع من روح المواطن، بيقول أنا زي ما يكون في سلبيات وأنا عمال ناقم على مثلا تذاكر المترو، طب ما في إيجابيات ممكن تردي لي الدولة في حاجات تانية أنا مش عارفها، أو بتاخد من حد معين وهي بتعيد توزيع العدالة الاجتماعية على المواطن محدود الدخل. فممكن يبقى المواطن يبقى راضي، يبقى دي يعتبر نوع من الإشاعة الإيجابية. أما الإشاعة السلبية هدفها طبعا التدمير، زي ما شفنا حضرتك في التقرير توصل إلى الفتنة، توصل لتدخل بلاد، مش شرط إن هي تجيلك من داخل الدولة، يعني ممكن تيجي من دولة تانية زي دولة صديقة أو دولة غير صديقة ليها أهداف حماية الوطن أو أهداف ضرب أشياء هامة. المشكلة إن الناس اللي بتتعامل مع وسائل التواصل مش كلها خبيرة ومش كلها بتبذل الجهد المطلوب للتأكد من المعلومة. طيب خلينا ندي روشتة كده للي بيتفرجوا علينا، يعني انك لو قريت خبر تعمل ايه اول ما تقراه علشان تتأكد من صوابه او خطأه، او على الاقل ما تساهمش في نشره، يعني ما تعملش شير صحيح. فتبقى واحد من اللي نشروا المعلومة. هي دي فعلا قلة الخبرة وكتر الشير اللي حضرتك اشرت ليها من غير قصد او بقصد، هي اللي بيعمل يعني انتشار للإشاعة. زي ما يكون واحد عنده جزء صغير من مشكلة بتبدأ المشكلة تزيد جدا. ليه؟ لأن واحد مبقاش عارف الصورة دي هدفها ايه، الرمز ده هدفه ايه، وبالتالي يقول لك ده دوت مثلا لو لبس التيشيرت دوت هيحصل مشكلة، ولو لبس مش عارف ايه ده كذا. على قد ما التواصل الاجتماعي ساهم بالفعل في رفع كفاءات كثيرة جدا وخلق فرص عمل وعرف الناس ببعض، ومثلا حتى في مجال الإعلام نشر الفكر، مش يعني الناس نردى الجمعة وساعة 8 الصبح كتير يكونوا نايمين، لكن بالكتير قوي هيشوفوا من خلال التواصل الاجتماعي الحلقة حتى لو وفي الوقت اللي يناسبه. بالظبط، فدي لما ميزة تتحط على الوسائل التواصل الاجتماعي والناس تشوفها في أوقات مختلفة، فدي صحيح. ميزة من المزايا. طب الناس هتتحقق ازاي؟ اذا نزل عليه الاخبار اذا هو حقيقي ما فيش مجال للشك. ليه؟ لانه حضرتك جاي النيل الاخبار وجاي يضيف وجاي يضيفها، اذا الدوله والجهه اللي نشرت الخبر المصدر، يعني المصدر لابد اولا انه او يكون صاحي ويتيقن، لان ممكن واحد يعمل في بيته مثلا فيديو مقلد هدفه اشاعه معينه ويحط مثلا اللوجو ده، لابد على طول المصدر يكون معروف. يبقى اذا المصدر دي روشته رقم واحد، التاكد رقم اثنين، ونشر الثقافه العامه رقم ثلاثة، قواعد والقوانين زي ما البرلمان كده بيشوف ان المفروض كل واحد مسؤول عن قراره، اللي بينشر حاجة يكون مسؤول عنها سواء كانت إيجابية أو سلبية. طب هل ده سهل ولا صعب؟ سهل طبعا، لأن أساسا كل جهاز
كمبيوتر ليه الاي بي بتاعه. كذلك الاجهزه الحديثه في الموبايل والتاب، لكن بعض الاجهزه برضو ما هياش يعني بعد قديمه او يكون خارج مصر او يكون في سياسات دوليه مش قادر يتعامل معاها، فالشائعه ممكن ما تجيلكش خالص من القاهره ولا من مصر ولا بالظبط، ممكن ما تبقاش من الداخل تبقى خالص. من الخارج ممكن تلاقي فيديو، احنا نشوف مثلا بعض الصحف وبعض القنوات اللي خارج مصر بالكامل بتهاجم مصر وقائمه على ذلك، وللاسف فيها بعض المذيعين المصريين. طب انت بتقدم دوت، ما ده ما ده اشاعات برضه، وده ضرب برضه في الوطن. احنا المفروض نتماسك ونستغل التواصل الاجتماعي زي ما قلت لحضرتك الاشاعات الايجابيه، المصادر اللي تدي الامل، مصادر مثلا ليه ما ننشرش مثلا ان كل مصنع محتاج مثلا عمال معينين مثلا ينشرهم بكفاءتهم، ويبقى دي قاعده ثابته، وفي الناحيه الثانيه قاعده بيانات اخرى بالعاملين المحتاجين. يبقى كده في ناس بتساهم في كده، في ناس بتعمل ده بشكل فردي، بس قصدي حضرتك انه ده يبقى مؤسسي يعني يبقى بشكل كثيف، بحيث تبقى الاخبار الايجابيه او اللي بتفيد الناس فعلا بنفس الحجم او على الاقل اكتر من الاخبار السلبيه. ما ده بيقضي على الاشاعات او مش السلبيه، خلينا اقولها المغلوطه يعني ممكن ما تبقاش صحيحه. صحيح. طيب السيطره على ده يبقى ازاي؟ يعني انا شايفه انه المواطن نفسه اذا ما ساهمش في نشر الافكار دي، او على الاقل طالب في الكومنتس او كده بالمصدر، او دخل وقال انه المعلومات دي محتاجه توثيق، او ايه المصادر، او ده في حد ذاته ممكن يقضي على الشائعة، يعني بخلاف انه يتم غلق الموقع او كده. بصي حضرتك الفكرة مش ان انا اغلق الموقع. اولا هو الهدف ان انا اوقد الفتنة نفسها، زي ما حضرتك بتقولي هو مين اللي نشرها، هو شخص، الشخص ده ثقافته ايه، ممكن يكون غير زي ما قلنا في واحد غشيم سوري بيروح باخده ويروح عامل شير ومش فاهم ايه اللي حصل وليه، وممكن يكون مصدقه، فده بيعمل له قناعات داخلية وسلوك معادي اصلا للشيء اللي انت بتنشري عنه. دي رقم واحد. يبقى لازم ننشر الثقافة، نحد برضو من القنوات، أو نخليها مثلا قنوات دي أنت عايز تنشر التواصل الاجتماعي ده ليه؟ هل بتستخدمه مثلا في التجارة الإلكترونية زي في ناس بتمكن نفسها أن تبيع منتجات من خلال التجارة الإلكترونية وتصور وتبيع؟ ماشي. طب هل هو صحيح ولا غش وبكون نوع من النصب؟ هو ممكن تبقى غش طبعا، لانه ممكن تبقى المصادر البضاعه دي ملهاش مصدر برضو، يعني هو طبعاً واخد الوسائل التواصل الاجتماعي منصه لنشر البضائع اللي مش متوافق عليها مثلا من الجهات الرقابيه المعنيه بالظبط، فده برضو سلوك سلبي. يبقى ده ما بقاش بقى فردي، لان الفرد هيعمل كده. يبقى لابد ان يكون قواعد منظمه من اي مكان، يكون في قواعد منظمه، الرقابه طبعا بتكون موجوده، الشخص نفسه بيثق مثلا. هل ده ممكن يتعمل من خلال القوانين؟ يعني القوانين اللي هيعملها مجلس الشعب او البرلمان هتقدر تتحكم في ده، ولا مش كل الحالات؟ مش كل الحالات، بس القوانين هتساعد. يعني وزاره الداخليه لما بتعمل مثلا، ولا مجلس الوزراء لما بيعمل زي مكافحة الجرائم في وزارة الداخلية، أو حتى نظام دعم القرار في مجلس الوزراء، ده دورهم كبير جدا. المفروض بقى في كل مؤسسة تتبع مجلس الوزراء تحديدا أن يكون عندها جهاز للتواصل بتاعها أنا بعلن منه رسميا. يبقى الفرج معروف والمنظمات معروفة. يبقى حضرتك أنا مواطن أدخل ما صدقش أي معلومة إلا من خلال مصدر رسمي أو مؤسسة، حتى لو كانت خاصة مؤسسة رسمية أو مسؤول لو حد نشر صفحة، بس معروف هو مين وبيدخل إيه والهدف منه إيه. طب الباقي بقى فردي، المفروض فورا معلش بيكتب كومنتس أو بيحظ في حاجة اسمها البلوك. ممكن جدا يعمل له بلوك لصفحته. يبقى إذا أنت قضيت على الشائعات، لكن هيقول لك بقى برضه في ناس يقول لك حريه الراي وحريه التعبير ولازم نعبر، لان مش كلنا مش نسخه واحده من بعض. فاحيانا كل واحد بيشوف الشيء من زاويه، يعني زي الاصلاح الاقتصادي اللي حاصل فيه اختلاف بين وجهات النظر. كل واحد شايفه بطريقه، انا بعالج زي مثلا بعالج سرطان بعمل كيماوي، وفي حد تاني بيقول لك لا انا همشي مسكن بشكل طبيعي، دي وجهات نظر مختلفه. فاذا لابد ان انا اكون حاطط جهه منظمه كل ما يعرض احافظ على مشاعر الناس، لان طبعا زي ما حضرتك قلت الكلمه، يعني ايام بعد صحابه الرسول عليه السلام جه ايام سيدنا عثمان بن عفان قتل، فاتهموا في اشاعه ظهرت قالت ان سيدنا علي هو اللي قتله. يعني في اشاعه، فهو جه بيسالوه فراح قال لعن الله الذي قتل عثمان بن عفان، مش هيلعن نفسه. يعني وهكذا، وربنا دايما بيظهر الحق. فاحنا في كل الفكره ان هو اسمها الوقايه خير من العلاج. هتقدر القوانين تساعد، لكن الفكره برضو في تكنولوجيا المعلومات نفسها،
في حاجه اسمها السكيورتي، في حاجه مثلا ال 3 دي دايمنشنز، في حاجات كتيره جدا، في المنصات الاجتماعيه، في حاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج. يبقى هو جزئين بيتفاعلوا مع بعض، القياده والاداره والقوانين والمنظومة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة صفاء سيد، عميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات، شكرا لوجودك معنا. شكرا يا فندم، ميرسي أوي. شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، فاصل قصير من بعده موجز أخبار الساعة مع زميلة أمل نعمان.